مرحبا، سوف نتعلم في هذا الفيديو عن أهم الوثائق القانونية التي يجب أن تكون في أي شركة. تسمح لك الوثائق القانونية بالعمل وتساعدك على حماية عملك والاستثمارات التي قمت بها في هذا العمل. الوثائق القانونية الخمس الأهم هي 1. وثائق التأسيس التي توفر لك ترخيص العمل في بلد ما. 2. عقد العمل الذي وقع عليه موظفيك عند انضمامهم لشركتك، ويمكن أن يتضمن فترة اختبارية تليها فترة العمل بدوام كامل. 3. اتفاقية عدم الإفشاء المتبادلة NDA التي تحمي سرية المعلومات التي تقدمها للآخرين أو التي يقدمها لك الغير. 4. عقد البيع الذي يتضمن الأحكام والشروط العامة المرتبطة ببيع المنتجات أو الخدمة الخاصة بك، وبما في ذلك شروط الدفع. 5. العلامة التجارية والتي تحمي العلامة التجارية الخاصة بك واسمك من أن يستخدم من قبل الآخرين. قم بتجهيز هذه العقود عند مزاولتك الأعمال اليومية، لأنه من الأفضل أن تكون في أمان على أن تكون آسفاً.